FM. الكلمة ليك. قصيد بعنوان حشاشة النسيان بقلم محمد علي التونسي. أقول انتظرت حتى سئم الانتظار الانتظار، انتظرت حتى سئم الانتظار الانتظار، أنا ومعطفي والسيجارة ثالثنا، وكنت أمشط بأظافري جدائل السحر وبأقرات من قطرات النبيذ، زينت فجره ليرتمي بين أحضان القمر يروي قصته. حدثني عن خيانة لن تغتفر، عن شهاب ضاجع نجمة بطره النوى ثم انحدر ومات على طقوس أمنية كاذبة. أترشف من على الورود نداها وأنفث في باطنها نرجستها لأفك تعويذة صبح مع الشفق قد ضحك. على هتافات الضحكات أكمل نواميس ليلة بالية، ليلة غجرية الهوية، حزينة السمفونية تبكي القمر ألحانها ويمتلئ كأسي بعد أن شربت الرياح بقاياه، وليشيع الكرى جثمان جسد بالنسيان مكبل بكفن من الضباب وماء غسل مدجل وحجارة أمتص صلابتها. دفنت جسدي وبقيت روحي تتدلى من على القمر تنتظر جديلة أخرى لتمشطها. وشكرا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة محمد علي التونسي. كاب أف إم الكلمة ليك.